وللأسف يعني هذا المنهج للعلاج هو منهج فيه كثير من الفوضى التي لا حد لها. ليه؟ لأن هناك كثر يدخلوا ليه بمجرد أنه باب مفتوح. ليهم؟ لأنه ما كاين حتى واحد يقول له قف عند حدك. ولذلك يعني كثرت ليه المسميات كأسلوب من أساليب التسويق. واحد يقول الطب الأصيل، واحد يقول الطب البديل، واحد يقول الطب الأعشاب، واحد يقول الطب النبوي، واحد يقول، وهي كلها في الحقيقة مصطلحات في عين اختصاصها موجودة وعند المختصين بها موجودة، ولكن هي الآن في واقعنا خاصة في الجزائر هي عبارة على ممر. يعني كل من يدخل في هذا الجانب أو يهوى هذا الجانب أو يتمنى أن يكون طبيب يدخل في هذا الجانب ويبدأ يتكلم بعلم وبغير علم، ويبدأ يعطي يعني لمن يحتاج ومن لم يحتاج.